اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد السيد. ازيك يا ابو حميد؟ سلام، عامل ايه يا حبيبي؟ شرف ومنور. طبعا انا سعيد، طبعا انا موجود معاك في قناه النادي الاهلي في بيتنا، وطبعا صح حاجه مش ضيف ولا حاجه يعني. طبعا يا بيتك حاجه تشرف طبعا اكون معاك، انت من الناس فعلا المحترمه اللي قابلتها في حياتي يعني، ولعيب طبعا كنت لعيب كبير في الملعب. كنت بتلعب بعيد عني انت، اكبر مني بس انا طبعا والله استفدت من خبرات كتير يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. لعيب يعني برضو من الناس اللي اثرت جدا في بطولات النادي الاهلي احنا خدناها يعني. الحمد لله، كانت فتره جميله جدا، وكانت فتره رائعه. في فتره من الفترات انت كنت كابتن النادي الاهلي في الفتره، اعتقد او كنت تاني حد؟ كنت تاني. كنت تاني بعد شادي. انا بقيت كابتن فعلي سنه واحده بس، اللي هي السنه اللي مشيت فيها كنت كابتن بقى، كان مستر جوزيه عيني كابتن يعني، كان في مشكله بيني وبين حسام غالي وشال منه الكابتنه، فبقيت انا الكابتن الرسمي. يعني قعدت قد ايه بقى قبلها كنت تاني كابتن في الفتره دي؟ من 2005 اول ماتش كان انيمبا. انيمبا اللي كسبنا فيه 1-0 هناك. هناك ده اللي كانت بعد سلسله انتصارات. الماتش اللي هو كان في المطر، و 1-0 متعب. 1-0 متعب ده كان اول ماتش كنت ابقى كابتن فيه، وبعد كده كان في ماتشات بقى اما كان شادي بيبقى ما بيلعبش او مصاب. ده امتى دي؟ انا مش فاكر. ايه؟ مش فاكرها. مش كانش بيشتغل حد بياخدها مع البيت. كانش بياخدها مع البيت صحيح. بياخدها مع البيت شادي. كانت ايام. طبعا الحمد لله يعني برضو الواحد يعني عاش فتره كويسه وانت كنت معانا فيها، ويكفي الناس دلوقتي بتتكلم على الفتره دي طبعا ان يعني من احسن الفترات اللي كانت موجوده في تاريخ النادي الاهلي. أيوة. لان انا كنا يعتبر جامعين بين حاجتين، البطولات والكره الكويسه، ودي قلما ما بتلاقيها موجوده في فرقه يعني. طيب الحقيقه بس قبل ما اكمل كلامي مع كابتن احمد سيد، بيان رسمي نزل من الاتحاد المصري لكره القدم في تدريب المنتخب اليوم راح للشناوي حتى التاكد من حالته، وتدريبات استشفائيه لصلاح. ابدا المنتخب الوطني اليوم تدريبه المسائي بمشاركه جميع اللاعبين استعدادا للقاء نظيره ليبيا مساء الجمعه، فيما ادى محمد صلاح الذي انضم لفريق اليوم بعض التدريبات الاستشفائيه، بينما لم يتمكن محمد الشناوي من اكمال التدريبات لاصابته بكدمه استوجبت راحته حتى التاكد من حالته من خلال الاشعه التي سيجريها صباح الغد. انا قلت لحضراتكم في بدايه كلامي الحقيقه النهارده ان انا يعني جات لي بعض الاخبار فيما يخص هذا الامر في محمد الشناوي. هو كان حاطط ثلج الحقيقه على رجله، وبرضه عايزك برضه احمد تشترك معايا في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. هو كان حاطط ثلج على رجله، ولكن اللي انا فهمته ان هو قد يكون شد خفيف في العضله الخلفيه ولا حاجه. هم دلوقتي في اتحاد كره القدم بيقولوا كدمه، نتمنى ان هي تطلع كدمه وكدمه بسيطه، ويلعب الشناوي يوم الجمعه ويوم الاثنين، وان شاء الله يلعب مباراه النيجر. اعتقد الشناوي واحد من الاسباب الرئيسيه سواء للنادي في فوز النادي الاهلي ببطولات كثيره جدا ومنتخبنا الوطني في الفترات الاخيره. طبعا انا بعتبر الشناوي هو نص فريق الاهلي يعني. الشناوي في ماتشات الشناوي هو اللي شايلها فعلا. انت يعني حارس المرمى ده بالذات في الفريق هو اللي بيدي امان لكل الخطوط يعني. انت لو عندك الدفاع بتاعك حالته متوسطه او هو مستواه متوسط، وعندك الحارس اللي وراه مستواه عالي جدا، فعلا بيشيل عنهم حاجات كتير جدا. تاخد الشناوي بقيادته، بان هو شخصيه قياديه، بالكلام الكتير اللي بيتكلموه في الملعب يعني. طلع كوميكس كتير على الشناوي بيتكلم. هو ملحقش. لعب معاك ماشي. لا لعب معانا، طلع معانا وبعد كده عير بين الجيش او بتاع. بس هو شخصيه الشناوي هو طول عمره كده يعني، هو بيحب يتكلم يعني. اعتقد ان اول ماتش كان بيلعبه امبي وحضرتك كنت في الملعب كابتن الفريق. هو يعني هو شخصيه قياديه، ودي حاجه كويسه ان يكون هو حارس مرمى ان هو كاشف كل الملعب ويكون شخصيه قياديه، دي حاجه كويسه جدا يعني. فرق جدا انت. هيفرق لو يعني لو الاصابه تاكدت، لو لا قدر الله الاصابه تاكدت. طبعا هيفرق جدا. طبعا لان هو يعني ما شاء الله الشناوي كل الماتشات اللي بيلعبها حتى مع المنتخب، حتى في الاولمبياد مان اوف ذا ماتش، وبياخد في كاس العالم، في كاس العالم خد مان اوف ذا ماتش، وبعدين يختير بعد كده في الاولمبياد ان هو في المنتخب، واحد من افضل اللاعبين طبعا. فدي حاجه كويسه جدا، دي كاس العالم للانديه تفرق معاك جدا، تفرق معاك جدا. نتمنى يعني رب يعني. الحمد لله الواحد اللي قلته لحضراتكم في البدايه كان يعني هو كخبر يعني، الحمد لله ان هو انا قلت كخبر يعني. الحمد لله كل المواقع نقلته عننا، وكنا لازم نتابع هذا الامر لغايه لما اتحاد كره القدم الحقيقه اصدر هذا البيان. ولكن هو بيقول ان هو كدمه، ان شاء الله تطلع كدمه بسيطه ويطلع الشناوي او يلعب الشناوي مباراه يوم الجمعه. في حاجه ما ينفعش يلعب. نعم، لو في حاجه في شك ما ينفعش يلعب. لا، لو في شك في شد هيبقى صعب. يبقى صعب ولا جمعه ولا اثنين. او كدمه، الكدمه عادي يعني، كدمه تمشي بنزل الجون، لان هو الجون يعني الكدمه بنزله عادي يعني. لكن لو في شد او في حاجه لا، ممكن الاصابه دي تتفاقم وغلط يعني.
اكيد هم محتاجينه في الماتش الثاني، ممكن يتعالج الثلاث اربع ايام دول والله. هي لو خلفيه تعدي تعدي، ممكن ثلاث اربع ايام لحد الماتش الثاني. الماتش الثاني انا شايف الماتش الثاني اصعب، اصعب من اللي طبعًا هنا طبعا طبعا. يعني انت حتى لو كسبت والماتش الثاني خسرت، هم اول برضه يعني انت لازم على الاقل الماتش الثاني ده نتيجه ايجابيه، سواء تتعادل او تكسب، وتكسب الماتش اللي هنا فانت كده يعتبر تعادلت معاهم. وعندك افضليه ان عندك الجابون على ارضك، فبرضه دي افضليه كويس. وعندك انجولا بره يعني فرقه عاديه جدا، فممكن تكسبها، تقدر تكسبها. لكن انت المنافس المباشر بتاعك لازم النتائج بتاعتك تبقى معاه ما يكسبكش. اللي هيفرق الماتش اللي جاي اللي هو اللي في ليبيا مش هنا، اللي في ليبيا انا شايف اللي هنا لا، حتى انت لو تعادلته هنا وكسبته في ليبيا انت برضه انت اللي هتبقى ليدر عليه برضه طبعا. ففي الاخر نتمنى يا رب ان شاء الله ان الشناوي تكون حاجه بسيطه، ويعني هعرف واقول لحضراتكم طبعا خلال الحلقه. معلش هنرجع مره ثانيه للبدايات يا احمد، وانت لعبت للنادي الاهلي من وانت صغير اعتقد. انا من ناشئين النادي الاهلي، انا اول ناشئين نادي النيل، لعبت من وانا عندي 9 سنين او 8 سنين في نادي النيل، ورحت الاهلي من عندي 14 سنه. كان يعني في مفاوضات كده مع نادي مزارع دينا اللي هو اتحاد عثمان، كان ساعتها شافوني قدامهم وكانوا عايزيني، فطبعا كابتن عماشه كان المدرب بتاع نادي النيل كابتن فتحي عماشه، وكلم كابتن خالد جدوله وكابتن ضياء السيد، قال لهم انا عندي لعيب هيروح مزارع دينا وانا مستخسر ان هو يروح هناك، فقالوا له هاتوا طب نشوف في الملعب. حلو. فنزلت اتمرنت تمرينتين بقيت مع الفرقه على طول. انت طول عمرك بتلعب ستوبر؟ يعني كنت وانا صغير كنت ايه برضه كنت يعني عامل فيها باك رايت شويه كده عشان كانت رجلي طويله فكنت عم بجري وادوس على باك ليفت بقى باك رايت يعني بتلعب باك رايت. وبعد كده ليبرو في اللي هي في الخطط القديمه 3-5-2. وبعد كده لما رحت الاهلي كابتن خالد جدال لا انت بلستالك كده مساك. وحطك كابتن خالد جدال. وانا ما ينفعش الا مساك. ليه انت ميسي؟ ما باك ليفت صعب قوي. ميسي دي ما انت كنا نلعب انت انا باك ليفت وانت باك رايت، انت بتبقى طاير وانا واقف. ايوه على طول. انت لعبت كام مره كام ماتش يعني؟ لعبنا احنا لعبنا نجم الساحلي النهائي الماتش اللي هو بتاع 2007 بتاع هناك لعبت عشان امين الشرميتي. انت لعبت باك رايت وانا لعبت باك ليفت. انت لعبت باك ليفت بس انت كنت بتهاجم وانا اللي واقف. فكذا ماتش هو كان مستر مانو كان بيقعد يقول لي انا عايزك عشان تدافع مش محتاج منك هجوم. ان اللي قدامك هم اللي بيهاجموا، انا عايزك بس تقف تقفل الحته دي. الموضوع بيبقى صعب طبعا. انت ما بتبقى طبعا لا انت بتبقى على طول انت واخد ان انت بتدافع من جوه لبره مش من بره، فببقى واقف غصب عني مش عارف ايه اللي بيحصل مش عارف اعمل ايه. مش عارف اعمل ايه. ما انا فاكر الماتش انت كنت يعني الدنيا اتقفلت ناحيه الشمال وكل حاجه. احنا اصلا يعني احنا كل ماتشاتنا يعني فاكر ان مستر مانويل كان على طول الماتشات اللي تبقى بره نلعبها مثلا سواء مثلا في اسيك على طول الدفاع بيبقى احسن حاجه. يعني بنلعب يقول لك الخمسه اللي ورا هم احسن ان هم اللي شايلين الفرقه. يعني فعلا الماتشات اللي بره دي انت مش محتاج حاجه غير ان انت اصلا انت رايح معاك نقطه، فمش محتاج ان انت تكسب. لو كسبت عادي لكن لو ما خسرتش مش مشكله بالنسبه لك. احنا الماتش ده كسبناه 0-0. لا 0-0 هناك. لا هناك قبل نهائي قبل نهائي 0-0 اللي هو بتاع العرجون اللي هنا اللي خسرنا 3-0. اللي خسرنا 3-1. انت بتتكلم على نهائي 2007 النجم الساحلي. 2005 برضو تعادلنا 0-0 وكسبنا 3. ده ماتش ايه؟ ماتش النجم الساحلي برضو. النجم الساحلي برضو النهائي. انا بتكلم على اسك. لا اسك ده اسك ده اسك ماتش هناك كسبنا 1-0. احنا كسبنا مره بس انا فاكر الجول ان انا اللي عملته في المجموعات بتاع بوتريكا بتاع فلافيو. فلافيو اللي احنا خسرنا فيه 2-1 2-1 وكنا كسبانين هنا 2-0. نطت الجو كان حر جدا فيها. اللي هو بقى لعبنا كلنا 10 دقايق وبعدين وقعنا. ده الجو كان رهيب. احنا اسك ما خسرناش منهم خالص. هي المره دي بس خسرنا فيها 2-1. كان فيها ديفونيه وزيكوره وكده كده احنا كنا صاعدين لان هنا كنا كسبانين 2-0. كنا كسبانين 2-0 هنا. بس على طول ماتشاتنا معاهم هناك يا بنكسب يا بنتعادل ما بنخسرش منهم. الفرق اختلفت دلوقتي عن زمان يا احمد؟ كل حاجه اختلفت. كل حاجه. بص يعني الواحد يتكلم بامانه كل حاجه في الكوره اختلفت. بعد الثوره كل حاجه في الكوره اختلفت. بمعنى المتعه ضاعت بعد وجود الجماهير. شخصيات اللعيبه يعني احنا يعني مش عارف اقول لك ازاي. انا فرقتنا كانت كلها كباتن. اسلام الشاطر كابتن، عماد النحاس كابتن، بركات كابتن، ابو تريكه كابتن. تحس ان الفرقه كلها فيها كباتن. جمعه شادي يعني اي متعب كل واحد متعب طبعا يعني شوقي لا وغير كده وكده. احنا كلنا جايين الفرق يعني اسلام لما جه النادي الاهلي مع خبرات صح لعب افريقيا 27-28 لا مع افريقيا يعني لعبت افريقيا لعبت هنا لعبت في الاسماعيلي افريقيا لعبت في الاسماعيلي وصلت نهائي افريقيا مرتين مع الاسماعيلي. قصدي يعني إن, ان ان احنا كنا تحس ان احنا الناس شايفانا كلنا ان احنا كلنا نجوم وكباتن. لا دلوقتي بحس ان عشان تلاقي قائد في فرقه وفعلا حد بيلم الفرقه وحد يشيل فرقه تبقى صعبه شويه. تبقى صعبه صعبه جدا. صعبه جدا. يمكن
يمكن ده اللي مخلي النادي الاهلي مختلف، ان انت عندك النوعيه اللي انت بتتكلم عنها دي. طبعا النادي الاهلي في كتير يشيلوا في الملعب. يعني عندك مثلا عندك الشناوي، عندك ايمن اشرف لعب من ايامنا كان بيلعب، عندك وليد سليمان، وليد سليمان، عندك سعد قبل ما يمشي، سليمان سعد. اوضه اللبس بتاع النادي الاهلي هي اللي حاكمه الفرقه، ودي اخطر حاجه اوضه اللبس، لان انت في حاجات كتيره بتخلص على الفرقه بسبب اوضه اللبس، ان اللعيبه بتبص لبعض في فلوسها، اللعيبه بتبص لبعض لو ما بيلعبش، مشاكل كتير بين اللعيبه. لو انت حاكم اوضه اللبس كويس، وكذا حد اتكلم على القصه دي، ان اوضه اللبس هي الفيصل في مكاسب الفرقه. محتاجين نفهم يعني ايه اوضه اللبس هي الفيصل، بمعنى. وانت قلت نقطه مهمه جدا جدا، الناس كانت بتتكلم دلوقتي اصبحت الفلوس، يعني انت كنت بتبقى عارف مثلا انت جنبك كان بيلعب وراك عماد، جنبك شادي، جمعه، بتاع، كنت بتعرف كل واحد بياخد كام، ولا انت كنت ولا مع نفسك؟ ولا حد كان، ولا حد عمرنا ما كانت فارقه معاك، ولا فارقه معايا. ليه؟ لان كل واحد عارف ان اداره النادي الاهلي بتقدر كل واحد على قد، يعني انا ما ينفعش انا كابتن عماد النحاس او كابتن كتر اسلام الشاطر، ما ينفعش انا اخضر منه، لان هو اكبر مني، هو اكبر مني، لعب قبل مني. فهي بتتحسب كده، ان كل واحد، انا وائل كنا في نفس السن ولعبنا في نفس الوقت، بس هو اكبر مني، ما ينفعش ان انا ابص انا راضي عن انا باخده، انا راضي عن انا باخده، والدنيا بتكسب وبناخد بطولات. عشان كده احنا كنا بنكسب بطولات، وفي حاجات كنا يعني في ماتشات ما كناش بنستاهلها، يعني ماتشات تبقى الفرق مقطعانا واحنا بنكسبها، عشان احنا كانت روحنا كويسه مع بعض، ما حدش بيزعل من الثاني، اللي بيلعب بيساند الثاني على طول، يعني احمد بيلعب او شادي او وائل، احنا الثلاثه بنحب بعض. انا الحقيقه في الفتره دي يعني كنت انت وشادي وائل ورامي جمعه ورامي صديق. الحقيقه لا بتكلم على الفتره المجموعه اللي كانت بتلعب دايما، انا ما كنتش بحس ان مين بيلعب اساسي ومين، يعني كلكم كنتوا بتلعبوا. وعمرنا ما كنا فاكر احنا كنا بنستنى، فاكر لما كنا نستنى الورقه بتاعت لسه كان معايا محمد سمير، محمد سمير كان معايا من كام يوم، قال لي نفس الكلام، قال لي فاكر لما كنا بنقعد نستنى الورقه لما سعيد احمد يخش بيها، وعلى اعصابنا كلنا. يعني انا مش هنسى مره، يعني ابو تريكه، المفروض ان انت ابو تريكه الموضوع بالنسبه لك يعني انت ضامن اي حاجه، مالكش دعوه انت بلازم، قال لي بس شويه في ماتش، فايه لقيته قاعد، فبقول له ايه، فقول له انت ما استحميتش ليه؟ قال لي مستني الورقه، فقلت له انت مستني الورقه، ما احنا نستني ايه؟ مستني الورقه، قال لي فقلت له ايه؟ قال لي يا عم انا كنت ملوش الماتش اللي فات ومستر مانويل مش مضمون. فمستر مانويل عمل معادله ان ما حدش ضامن مكانه، طول ما انت مش ضامن حاجه فانت هتعمل كل ما بوسعك عشان تأدي احسن حاجه. يعني لو واحد ضامن مكانه، عشان كده انا بحب المدرب اللي يجيب اثنين نجوم في نفس المكان. في يعني في مثلا فريق برشلونه تلاقي سواريز بيلعب بس اللي موجود مثلا تحتيه عادي اسم مش معروف، لكن انا مبدا ان انا اعمل منافسه ما بين الاثنين ده كويس جدا. وفي النادي الاهلي دلوقتي في كده. يعني الاداره انها تدعم بلعيبه، وانت عندك اصلا يعني السنه اللي فاتت الناس كلها انتقدت ايه؟ دفاع الاهلي. صح، قال لك دخل فينا اجوان كتير، بس انت فرقه هجوميه فده طبيعي، ما انا بقى يعني انا عشان اهاجم وافتح الخطوط واضغط من قدام فهيخش فيها اجوان كتير. الفكر بتاع جوارديولا ان انا بقول لك انا اهم حاجه يجيب مثلا اربع اجوان يخش فيها اتنين، المشكله انا كسبت خلاص. فالناس كلها بتتكلم على هجوم الاهلي ان هو قوي جدا، حصل تدعيمات ايه؟ في الهجوم عشان يتعمل منافسه، ان انت عندك في الدفاع دلوقتي في خمسه سته، عندك مثلا مهاجمين، عندك محمد شريف، محمد شريف لعيب كويس جدا وهداف الدوري وعامل ارقام تاريخيه، اما يجيب حسام حسن لا هيبقى في تنافس ما بين الاثنين. فاكر مستر مانويل كان بيعمل فينا ايه؟ كان بيقول لنا ايه؟ يقول لك انت لاعب بره، لاعب بره مستني، انت لو لعبت وحش النهارده فانت بتنزل كل ماتش اكنه اختبار ليك. صح، وانا حقيقة. انا واحد عن نفسي كنت بنزل كل ماتش اقول انا ده، انا الماتش بالنسبه لي ده اختبار، مستر مانويل بيختبرني، فانزل اموت نفسي عشان عارف ان في ناس قاعده بره مستنيين. صح، ده حاجه كويسه جدا. فدي اللي عمله، يعني دي نجاح لاداره الاهلي ان هي فعلا بتعمل الروح التنافسيه دي تبقى حاجه كويسه جدا. بس هو مانويل عمره ما قلب عليك تهيألي ولا بيقلب عليك؟ هو قلب عليا مره واحده الصراحه، مره واحده ماتش ال 2011، ماتش كان بعد الثوره، ماتش الوداد انا رديت عليه، وعمري في حياتي ما رديت عليه. هو بيكلم معايا عادي جدا وبيقول لي على حاجه، فانا بقول له ايه؟ بيقول لي احمد مش عارف يعمل كذا، فنتني بقول له ايه؟ بقول له هو كل حاجه احمد؟ هو حتى استغرب، هو فاكرني بهزر، لاني تنشن، بس انا ما اعرفش انا تنشنت ليه معاه. فلقيته قال لي ايه؟ فبعد عملت ماتش، اسوء ماتش عملته في حياتي، كان ايدي كانت ايدي كانت يعني في جزع بس كان قوي قوي، وانا من النوع اللي على طول بحب اعمل تاكلينج وكده. فالتاكلينج في ايدك وجعك تيجي تنزل وجعك، فعملت ماتش وحش قوي، يعني اسوء ماتش عملته في حياتي، لان انا 3-3. فجي بعد الماتش لقيته تاني يوم بيقول لي بطريقته بقى، قال لي اوكي انا اكتر واحد بحبك في مصر وانت بترد عليا كده، تعرف ما بيقلب على واحد بقى. قعدت قد ايه؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور بره. ثلاث شهور يوم المعسكر باجي بلبس خروج، خلاص انا فهمت. قعد ما هو لوحده كده جه قال لي انا كنت بعاقبك
وانا يعني انا اللي بحبه بدائما. هو كان من الناس اللي بتحبك جدا جدا يعني، كان عنده قناعه باحمد السيد بعيدا عن الكوره كمان كشخصيه كمان. انا كنت بص، هو يعني احلى حاجه وكان بتعجبني فيك برضه يا اسلام انك تبقى سهل في لعبك. طول ما انت تبقى بتعمل السهل، لو عملت مستواك بقى 7/10 وثابت طول السنه احسن ما يبقى مره 8 ومره 2 مره 1 مستوى متذبذب. ده انت من الناس والله العظيم يا اسلام، مش عشان انت مستواك كان ثابت، مستوايا مثلا كان ثابت، مستوى بركات ليه ثابت، وبركات ساعات كان بيقعد ايه يجص لنا شويه على الخط الحاجات القصيره دي يقعد يعمل التاكلينج وبتاع قدام الراجل. لا وبعدين الماتش، فاكر الماتش بتاع ماتش بتروجيت لما سايبك انت وهو واقف قدامه قدام واقف يا ابني ارجع يا ابني عليك ثلاثه، كان اسامه محمد وليد سليمان ومحمود عبد الحكيم والثلاثه بيلعبوا عليا. قلت له يا بركات يلا عايزين نهاجم بس مش عايز يرجع عشان لا وايه، وكان اصل مانويل كان واقف جنبنا على الخط، فهو اقول له تعالى يقول لي حاضر، يجي قدامه يعمل اتنين تاكلينج وبتاع. بكره حياتي ان ما كنت بلعب جنب مستر مانويل على الخط. هو مشكلته في حاجه ان هو حتى لو عايز يبلغ اسلام حاجه يروح يقعد يوترني انا، يقعد يقول لي ايه احمد قول لي اسلام مش عارف ايه، فاحمد وانا بقى اتوتر معاه وكل كوره باصيت لي فيها بروح الناحيه الثانيه بكبر دماغي خلاص خلاص تبقى بعيد بنساه بقى خلاص. لا هو كان بيوترنا، هو كان دايما بياخد اللي جنبه وما يتعصب يشوف اللي في وشه ويصطاده. إيه انت وحظك يعني، في ماتشات انا كنت ببقى كويس فيها يقوم يعمل لي الحركه بتاعته دي عارفها حوالاني كده، فانا انا مستغرب وانا ببص له، انا ده عدى بالظبط من ماتش 5 دقايق الكوره ما جاتليش، لقيته راح عامل لي الحركه دي. فانا فاستغربت، هو كان بيبقى ليه طريقه كده. طب ولما كان يخش يصفر؟ لا هو اكتر حاجه كانت بتبقى كوميديه لينا اما بنعمل ماتش وحش ونيجي تاني يوم الاجتماع اللي يبقى في الاوضه اللي جوه ده كلنا قاعدين مستخبيين جوه بعض خايفين اما يصطاد واحد. هو كان بس كان غالبا بيصطاد ابو تريكه يا بركات حد يعني، هو اكتر واحد ابو تريكه. ابو تريكه يعني هو خلي بالك مش عارف ليه الناس ما يعني ما بيحكي الحكاوي دي، ناس ما بتصدقش يقول لك ابو تريكه. هو انا مش هنسى مره اما قال له، فاكر اما قال له كان يا مكان كان عندنا لعيب اسمه ابو تريكه، ابو تريكه نزل الشوط الثاني جاب 4 اجوان لاعب الكروم ساعتها. انا يعني هو بص هو عنده ملكه، عارف هو بيخش لك منين. هو عارف ان مثلا ابو تريكه بيستفز، لما بيستفز بيطلع احسن ما عنده. كان يقعد يقول على طول انت ومتعب ما بيحبش يزعلنا كتير، احنا انا لما حد بيزعلي انا طول عمري كده، لما حد بيزعلي بتاثر ما بعرفش اركز. فانا قلت له كذا مره ما بحبش حد يزعلي، هو عارف يخش الاسلام منين وعارف يخش البركات منين وعارف يخش المتعب منين، ده ذكاء منه. كان بيخش البركات ازاي بقى؟ لا هو بركات، هو بركات حد ما بيخش له، ده اذكى واحد في التاريخ ده. لا بس ده فظيع. تمرينة المان تو مان، فاكر المان تو مان الملعب كله دي كان يروح ماسك واحد من العيال الصغيرين عشان ومستر مان يقول له يا بركات، هو فاهمه ان هو بيهجس، هو بيهجس بس طبعا عشان هو بيحبه. فهو لا بركات كان من اللعيبه المحترمه جدا جدا. مين؟ بركات. لا طبعا ده نجم كبير يعني انا شايف ان بركات طبعا يعني محترم ابو تريكه، طبعا ابو تريكه نجم كبير وفرق معانا، بس بركات في ماتشات كتير قوي خلصها لنا. بجد ماتشات. لا انا مش عارف ليه دايما المقوله تقول لك ان بركات ما خدش حقه، لا يا جماعه بركات واخد حقه وبركات نجم كبير والناس كلها بتحبه والاهلاويه بيحبوه جدا. والفرق شويه ابو تريكه عن بركات المنتخب. يعني المنتخب بيعلي شويه طبعا الفتره بتاعت كابتن حسن شحاته 2006 2008 ابو تريكه كان هو اللي شايل المنتخب، فدي فرقت شويه. لكن انت لو بصيت لاداء بركات في الملعب، لا بركات بيلعب في اي حته. بركات بيقعد يجري في الملعب كله بيلعب في اي حته، بس هي طبعا بتبقى هي منتخب ده بيبقى حظوظ يعني، واحد مثلا في المنتخب مميز شويه، واحد مش مميز. وائل جمعه مثلا في المنتخب كان مميز قوي، صح. احنا كنا كلنا في نفس الوقت بنلعب كلنا، بس وائل فرق شويه ان هو كان في المنتخب، وائل طبعا لعيب كبير وتعلمنا منه يعني. فهي بتفرق فرقه بركات عن ابو تريكه في دين. ابو تريكه كان في المنتخب مميز قوي، دي اللي فرقت معاه، لكن بركات انا كنت شايفه من احسن اللعيبه في الجيل بتاعنا. بتشوف دلوقتي اللعيبه برضو السؤال ده انا دايما بساله للنجوم اللي بتجيلي، ان احنا لما بتلاقي عماد النحاس مدير فني في المقاولين، بتلاقي بركات كان مدير المنتخب دلوقتي، وائل جمعه مدير المنتخب، ومحمد شوقي وعصام الحضري المجموعه اللي انت كنت بتلعب معاهم وانت في شغلك، وده وعماد متعب نائب الرابطه، وده هنا وده هنا، وحسام غالي موجود في البرلمان وموجود في النادي الاهلي وشركه الكوره، بتحس بايه يا احمد؟ انا طبعا مبسوط لهم جدا، حاجه بتبسطني جدا، لان انا بحس ان انا يعني قعدت معاكم اكتر ما قعدت في فيديو، صح. فانا بيجي لي وقت كده بقعد مع نفسي، تحس ان انت عارف انت ما قلبك ياكلك كده والحنين ياخدك اقعد افتكر بقى الذكريات مع بعض احنا مسافرين، بتبقى برضو متضايق ان انت برضو الناس دي عشت معاها. فانا عشنا مع بعض اكتر ما كنا في بيوتنا، احنا كنا على طول معسكرات ومسافرين. طبعا ببسط لهم جدا يعني، انا اخر طبعا حاجه
وائل جمعه مسك مدير المنتخب، وائل من الشخصيات الفعلا القياديه يعني. انا كنت كابتن على وائل جمعه، لكن انا بحس ان وائل هو كابتن في الملعب بكلامه بطريقته. ده اللي انا دايما كنت بتكلم فيه، حتى امبارح اتكلمت فيه في قصه الكابتن بتاع محمد صلاح واحمد فتحي. انا قلت يا جماعه الكابتنه هي الشاره طبعا وكل حاجه، ولكن في ناس بتبقى في الملعب هي كابتن الفريق، مش محتاجه شاره يعني. انا الكابتن 80% دوره بره الملعب و20% في الملعب. ان انت في الملعب بتبقى لو انت كسبان خلاص انت مش معناه دور الكابتن، لما تبقى خسران هو بيبدا يتكلم ويبدا يحمس في اللعيبه، لكن الدور كله بيبقى بره الملعب، الدور كله بيبقى في اوضه اللبس، الدور كله بيبقى في الاوتيل وانت قاعد قبل الماتش، طريقه الكلام، تحفيز اللعيبه، نفسيا بتتعامل مع اللعيبه ازاي، في مشكله بتفتح لها ازاي، ده دور الكابتن. الكابتن مش شاره بس، الكابتن ان انت تبقى انت ممكن واحد ما يبقاش كابتن بس هو ليه دور في الفرقه. يعني مثلا زي عماد النحاس، عماد النحاس ما كانش كابتن لكن ليه دور في الفرقه، عماد بيحل حل مشاكل كتير، لما ممكن يحصل مشكله بين اثنين تلاقي عماد بيتدخل، ان هو كان اكبرنا سنا فاحنا بنسمع، ما كانش عصبي ولا حاجه. لا عماد اراني عصبيه، فظيع اراني عصبيه، بيحب العصب، عصبي جدا. دلوقتي بيقولوا لي هو اتغير خالص يعني، هو في الملعب بشوف يعني. الماتشات بحس ان هو هادي، بيتفرج على الماتشات وهو مدرب بحس ان هو هادي جدا. يعني مش هو ده عماد، تبقى قاعده جنب مراتي اقول لها اقول لها اقول لها عماد النحاس ده كان بيقعد يزعق لي كتير قوي، بيقعد يتكلم معايا بطريقه، بس هو كان عصبي في الملعب. بس هو يعني الواحد لما كبر وبقيت العب بفرق ثانيه وعليت نفسي انا اللي كبير في الموضوع وانا لازم اتكلم، لا فعلا الكلام ده بيفرق، بيفرق، بيهدي الدنيا، بيفرق. بص احنا كان مميزين عن اي فرقه في جيلنا ان احنا بنتكلم كلنا مع بعض، مظبوط، كله يعني ونخاف على بعض. يعني تلاقي مثلا اسلام من الباك رايت، يا احمد خلي بالك يا وائل مش هفضل، احنا بنتكلم مع مستر مانو على طول، كان يقعد في التمرين اتكلم اتكلم ما تسكتش، اتكلم اتكلم، كلنا بنتكلم، محدش كان بيسكت. حتى متعب من قدام كان يتكلم، في لافيو كان يرجع يتكلم، الوحيد اللي كان ساكت طبعا جيلبرتو، ما كانش بيطلع. لا جيلبرتو هو وفلافيو، حتى فلافيو ده طول عمره ساكت، في ملكوت تاني خالص ملوش دعوه بده، تحس ان هو مش معانا. جيلبرتو اول ماتشات افريقيا بنلعب ماتش درجه حراره مثلا 50 والرطوبه عاليه ربع ساعه، ماشي، كان بيسميني جامبيز، جامبيز بالبرتغالي بلغتهم يعني جمبري، عشان كنت انا بعمل تكالي. قال لي جاي جنبي يقول لي ايه جامبيز، بنزين خلص. لا بشيل الطين بقى، بشيل الطين دول بعد ربع ساعه، ربع ساعه لا عشان كان بيلعب جنبك، شفافه بيضت ويقعد يمصمص شفايفه كده وخلاص، بعرف ان جيلبرتو خلاص راح خلاص. بس هو الراجل مانويل كان بيحبه جدا، هو يعني لعيب لعيب ذكي جدا جيلبرتو، هو اصلا هو مكانه في نص الملعب يعني بيلعب هاف ليفت هو مكانه، بس هو طبعا مسمانه لما حصل اصابات وبتاع راح موظفه في الباك ليفت، فهو دفاعيا هو مش مميز، هو عارف ان هو كده مش مميز، فاهم يعني، فكان عشان كده بيحطك انت وراه. هو على طول بنلعب بثلاثه عشان كده، عشان انت تعتبر ان اسلام طلع وائل جمعه بيغطي، جيلبرتو طلع احمد سيد بيغطي بنبع، يعني زي الطريقه اللي بيلعب دلوقتي اغلبيه فرق العالم اليوفي 3 3 5 2 3 4 3 بيبقى بنبقى واقفين بالعرض كده كل واحد بيدافع في مكانه. فاكر احنا كنا مثلا مانو بيقول لنا ايه، انت في المربع بتاعك واسلام لو اتحرك من عندك الفرويد وقال ياخده راح لكده انت تاخده، فاكر كان بيمرنا في التمرين كده ويقسم المربعات كلام بس. فدي طبعا فرقت معانا، احنا ميزه ان احنا كنا عارفين امكانياتنا كويس قوي كلنا، بس احنا كنا رجاله في الملعب بجد يعني، احنا كنا في ماتشات فعلا كانت صعبه جدا ارضيه الملعب. صفاقسي، فاكر الصفاقسي؟ لا ارضيه الملعب احنا كنا مستفز جدا يعني، برده خلي بالك برده يعني حظ الاجيال دلوقتي ان الفرق في افريقيا بقت ضعيفه جدا. احنا ايامنا كنا بنروح لها فرق مغموره وفرقه جامده يعني، فرق بتبقى ندي بالنسبه لنا بطريقه رهيبه يعني، فرقه اسك دي كانت فرقه احنا لو الواحد عمال يفتكر الاسماء مازيمبي كلها مازيمبي ولا مازيمبي ولا اسماء ايه، انيمبا 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 كان فيها فرقه انيمبا اصلا يعني كانت اساسا السفر بتاع نيجيريا والبلد اللي بتوعها بتاعه، احنا قعدنا ساعتين في طريق والطياره اللي هي اللي تقع الطياره لا ونروح هناك نلاقي كشك معلق بيبيع لحمه راس، بس لحمه راس قرد ايوه والناس معلقه قرود وايه ده جوه القريه، انت فاكر جوه الشاور كان ايه، كان جردل لا كانت الدنيا ساعتها والتماسيح بتعدي حواليك كل حاجه لا والناس وتلاقي الناس في الملعب بيقعدوا انت داخل لواحد يشتمك والناس تقعد تعمل، والماتشات مثلا بتاعت الهلال في السودان، فاكر ماتشات الهلال في السودان كانت بتبقى صعبه ازاي علينا، بحس دلوقتي لا الفرق في افريقيا بعد الثوره يعني بعد قصدي كورونا وبعد الدنيا دي الدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت خالص الفلوس يعني، فرقه مازيمبي دي كان من اغنى الفرق وكان فيها لعيبه جامده جدا، دلوقتي اي حد بيكسب مازيمبي. فرق حتى شمال افريقيا بدات الدنيا برده تقل شويه يعني، دي حاجه كويسه جدا برده يعني، انت في فتره الكورونا ان النادي الاهلي الوحيد اللي كان واقف على حيله يعني، دي حاجه فعلا فرقت جدا، النادي الاهلي هو الوحيد اللي صرف فتره الكورونا، كل الفرق ما كانش فيها فلوس، فدي حاجه كويسه تحصل طبعا لمجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ان انت في وقت ما العالم كله ما فيش فلوس انت كنت بتدعم وبتجيب صفقات. ايوه فرقت معانا جدا.
فكانت فتره مهمه جدا. ميسي يعني ايه ميسي وليه ميسي؟ يعني احمد السيد اللي بيلعب ستوبر يبقى ميسي؟ هنعرف ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ميسي اشمعنى؟ والله يعني يا فجاه كده هو مستر مانويل يعني جت في تمرين كده، فاكر التمرين اللي هو الفينش ده كان 2004 2005 2000 لا 2007 لا 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 قبل 7 2005 كان مسميني مارادونا. كان الاول يقول لي مارادونا، بعد كده ميسي دي بعدين لما لعبت عليه بقى. فهو في التمرين كان فاكر كان بيحب يعمل الفينش اللي هو الار 2، لكن ما بيحبش حد يشوت، بيحب يركنها. فانا التمرينه دي كنت غريب قوي فيها، عمال بشمال ويميني عمال احط في حتت غريبه ما اعرفش، وتروح بشمالي كده ويميني في المقصود. انا اصلا مستغرب نفسي يعني، انا مستغرب. لقيته حول واحد ورا قال لي ايه ده انت بتلعب بشمالك، ده انت بقيت ميسي بقى خلاص. هو وقف وقعد يسقف. انا قاعد يسقف وقعد يقول لي انت ميسي ميسي، وقعد يبص للسما كده ويعمل وبتاع. هو مستغرب. بس فهو من ساعتها بقى قعد يقول لي ميسي ميسي ميسي، حتى هو متنرفز ساعات كان بيقول لك ميسي على طول. لا هو المشكله بقى مش فيه، اما رجع بقى الولايه الثالثه بتاعته اخر ولايه، كان معاه مساعد اسمه بيدرو. فبيدرو شايف مستر مانويل عمال يقول لي ايه ميسي ميسي، قال لك بقى ده يعني ده حاجه. التاني شافني ورا عم بلاترس الناس. مين ده؟ مستغرب قوي. ميسي كده. رحت انا رحت قلت له على فكره مستر بيدرو ده ميسي ده، بس ده نيك نيم كده. في الحقيقه انا ما بعرفش اباصي، ما بعرفش اباصي. مستر مانويل من الحقيقه تمام، انا ما بعرفش اباصي، ده انا مش حريف، انا مستغرب مني حاجه ان انا اقطع رقص. ايوه. كان هناك دايما تعاون وكلام كتير مع المدربين في الوقت بتاع مانويل جوزيه. من من اللاعبين يعني. طبعا هو كان بيشتغل على العامل النفسي اكتر. ما انت مع ميسي اهو. ده ماتش ايه ده؟ هو الجمعه كان بيحلق في الصوره، عمال يحلق الجمعه بيحلق على طول انت عارف. هو الماتش ده هو وائل بيلعب مهتمين ناحيه الشمال، فهو ميسي جاي من ناحيته هو من ناحيه الشمال، فوائل عمال يقول لي ايه؟ خش خش. قلت له ما تخش انت وائل، انت خايف ليه؟ تخش انت. احنا الاثنين عمالين نرجع بظهرنا زي اسماعيل ياسين في الفيلم، نرجع بظهرنا وهو عمال جاي علينا واحنا مرعوبين، احنا الاثنين جاي بوشه علينا احنا الاثنين خلاص. بص هيغربنا احنا الاثنين، فعمالين نرجع بظهرنا احنا الاثنين خايفين نخش. وعملوا لي يا ابني خش ما تخافش. قلت له ده ماتش ايه ده اللي بتاع ده ماتش بتاع ويمبلي، ده ماتش كان ودي ده في ويمبلي. انا كان 1-0 ليهم وبعدين اتعادلنا وبعد كده بقى هم حكينا برضو قصه ماتش هنا، الماتش بتاع هنا برشلونه هنا بتاع المقاويه. هو ده الماتش ده كان عملت قصه ساعتها. لا ما هو انا كنت الفتره دي كنت كان يعني مستواي كان عالي جدا. ده ماتش بقى يعني ماتش مقاويه وفي العمر، فهو مستر مانويل بيقول التشكيل. فانا كان قبلها برضو بسنه او سنتين كنا بنلعب ماتش نهائي الدوري مع الحرس، لو احنا كاسبين الدوري ونحتفل. فحطينا احتياطي، فانا اتضايقت. هو جه قال لي قلت له يعني ده ماتش برضو عايز العبه ده كده، راح منزلني الشوط الثاني. فالماتش الثاني برضو نفس الحركه، فانا قلت هو نفس الحركه يعملها معايا. حلو. وقال التشكيل، قال احمد السي، قال وائل، شادي، عماد النحاس، احمد عادل. فانا طبعا ايه، هو انا قاعد ثاني صف، هو شايفني لان انا وشي. فرحال عارفين بقى مين الباك ليفت؟ المفاجاه قالوا مين؟ قالوا له، قال لهم احمد السيد. كله استغرب ليه؟ قال لهم عشان يمسك ميسي. بركات ميسي يمسك ميسي. بركات على الجنب. قلت له يعني العالم كله مش عارف يمسكه، انا اللي همسكه انا. انت يعني طبعا كانت هي هو كان عايز نقفل عليه الحته دي طبعا، بس ده ما بيتقفلش عليه حاجه. ده كان ساعتها كمان ايه؟ كان لسه كان ميسي وايتو ورونالدينو. ميسي وديكو وايتو وديكو رونالدينو وجولي رونالدينيو وماركيز وبيول وترام. يعني الناحيه بتاعتي كان فيها ترام، كان فيها ترام ده كفايه ده صحيح. لا وطويل وحاجه مرعبه. الفرقه كانت مرعبه جدا. بس طبعا احنا يعني بالنسبه لنا يعني احنا بنلعب برشلونه، وكان مباراه استعراضيه. بس ساعتها انا فاكر في الناس في الشارع كان رد فعلها، احنا وصلنا ناس الاسلام ان احنا هنكسب اي حد. قالوا لنا كسبوا برشلونه دوم ثلاثه يعني. فقعدت اتكلم، قلت له يعني ماشي احنا ممكن نعمل معاهم نتيجه كويسه زي ما كسبنا ريال مدريد، لكن هتبقى ثلاثه قوي، الفرقه صعبه قوي يعني. فرقه ثلاثه ايه ده احنا ما يعني لا صعبه قوي يعني. هم لو وقفوا هزروا كده هيدوها، وهم فعلا كل الاجوان بتاعتهم هم احنا مقفلين صح، لكن الاجوان كلها اربعه غير اللي ضاع يعني. بس هي كانت احتفاليه اكتر يعني. كانت احتفاليه اكتر منها اي حاجه ثانيه طبعا. واي ماتش يعني انا برضو لازم نعرف ان احنا في فرق شاسع بيننا وبينهم في كل حاجه، سنين ضوئيه في الكوره ما بين مصر. ايه الفرق؟ ايه بص ليه دايما الناس تسال كده؟ ليه دايما يقول لك احنا بنتفرج على كوره غير الكوره؟ العقليه. انت بتلاقي هنا اللعيب تعامله مع نفسه وتعامله حياته بره الملعب
ازاي وحياتهم هناك بره الملعب ازاي. معلش كريستيانو رونالدو كام دلوقتي؟ عنده 36 سنه او 37 سنه وحافظ على نفسه، جيم، بطن، ريكفري، بيعمل كل حاجه، اشتغل على نفسه مع انه عنده 37 سنه وعمل كل حاجه. اي حد في مصر هنا بيعمل واحد على 1000 من اللي بيعمله كريستيانو ما بتعرفش تكلمه. اللي بيعمل اوفر ما بتعرفش تكلمه، تلاقيه لعيبه تلاقيها على طول ما بينامش كويس، ما بياكلش كويس، ما بيهتمش بنفسه، ما فيش تغذيه، ما فيش حد يهتم. فدي ده فرق كبير. هم اللعيبه بره هو شغلتهم الكوره. طب لما بتيجي تتكلم عن التفكير اللاعب او شخصيه اللاعب، لان انت تعاملت مؤخرا في في الموضوع ده مع مجموعه كبيره، بقيت الموضوع ده كتير يعني. فعلا انت يعني انا شايف ان الانديه قبل ما تعاقدوا معايا لعيب يقعدوا يتكلموا معايا. عقليته بتفرق جدا. انت فعلا؟ طبعا بتفرق جدا. انت بتتكلم مع واحد، معلش يا استاذ، ايه الفرق بين الجاهل والمتعلم؟ المتعلم بيعرف ياخد القرار الصح في الوقت الصح، والجاهل عشوائي بياخد اي قرار وخلاص. ده قيس على اللعيبه. لو لعيب فعلا مش متعلم او مش لازم تعليم اللي هو خريج طب او خريج هندسه، هو يكون مثقف، يكون عقله فعلا عاقل، بيعرف يفكر. هتفرق معاه في كل قراراته في الملعب. اما بيبقى توب فورم بيبقى بيتعامل ازاي، اما بيقع بيتعامل ازاي. احنا كان في اوقات اللعيبه بتقع كتير عندنا، انت مستواك قل وانا مستواي قل، كلنا ده طبيعي يعني. طبيعي ومستواك وسنه الحياه، وكنت بتعمل ماتشات جامده جدا عمره ما يبان عليك صح. ان انت متنك. ابو تريكه كان يبقى جايب جون مع المنتخب ومكسب مصر كلها بتتكلم على ابو تريكه، انت عمرك ما تحس ان ابو تريكه متنك علينا صح. ليه؟ لان هو عقليته ده اللي ميزه ابو تريكه عن ناس كتير في جيله، يعتبر يعني مهاراتهم اعلى من ابو تريكه بمراحل. بس الفرق ان ابو تريكه بيعرف يقول ايه وما يقولش ايه، يعرف يتكلم امتى، يعرف يرد امتى، التايمنج بتاع الرد بتاعه بيقول ايه. دي بتفرق جدا في اللعبه. انا شايف دي لو فعلا كل نادي بيتعاقد مع لعيب يقعد يتكلم معاه كده هتفرق معاه جدا. هو انا اللي يفرق معايا الكلام ولا الملعب؟ ما هو الملعب كنادي. ما هو النادي، ما هو هو لو هو فكره على قده، يعني هو فعلا فكره على قده في حياته، هيبقى فكره على قده في الملعب. فرق كتير مع ناس كثيره في الثقافه. انت تعاملت الفتره اللي فاتت فعارف. طب انت عاشرت ناس كتير في حياتك، اكيد قابلك ناس كده. انت تلاقي واحد لعيب كويس قوي بس تقول لك ايه، تقول لك ده في ملكوت تاني، هو مش دارب الدنيا. فهو فعلا اللعيب الذكي انا بقول كده، لعيب الكوره 60-65% منه ذكاء والباقي كله مهاره وبدني وقوه وكده. هنكمل كلامنا مع كابتن احمد السيد، ولكن خلينا نشوف ماذا قال جمهور النادي الاهلي عن النجم احمد السيد. احمد السيد طبعا يعتبر من ابناء النادي الاهلي، والتزامه الخلقي وداخل الملعب وخارج الملعب اداله فتره من الاستمراريه داخل الملعب لحد ما بطل كوره. هو كان كابتن من كباتن النادي الاهلي المحترمين قوي، ولاعب اللعيبه الافزاء يعني للنادي الاهلي، واعتقد ان هو دلوقتي اكيد هيبقى في كارير التدريب او اي حاجه ربنا يوفقه فيها. هو كان لاعب مهم جدا، واعتقد كان مانويل جوزيه بيحبه جدا، كان بيلعب ظهير ثالث في النادي الاهلي وادى ما عليه كويس قوي، وبعدين بطل كوره. احمد سيد يعني ابسط حاجه تقال عنه هو لاعب محترم وظهير، هو كان لاعب محترم ولاعب خلوق، وما كانش بيعمل مشاكل ولا انذارات، طبعا انذارات بسيطه يعني، بس ما اتذكرش هو خد طرد مثلا او عمل مشاكل او حاجه. كابتن احمد من الناس المحترمين جدا، واللي النادي طبعا يعني هو ايام ما كان بيلعب في النادي حاز على بطولات كتير. هو من احسن المدافعين اللي لعبوا في الجيل ده، اللي هو يعني الجيل اللي بعد بقى حسام حسن يعتبر، وابراهيم حسن طبعا، فهو يعتبر من احسن اللعيبه اللي انا كنت احبهم في الدفاع يعني. احنا فاكرينك فمش ناسينك، واي لاعب بيحب الاهلي ود عطاء للاهلي احنا بنحبه وبنشله يعني حاجات كبير في نفسنا لغايه دلوقتي فاكرينه. هو انسان خلوق ومحترم وخدم طبعا النادي الاهلي كتير، واحنا كلنا بنحبه يعني. الكابتن احمد السيد من اللعيبه الممتازين خلقا ولعبا، ويعني الحقيقه كان مدافع من الطراز الاول، وزا يعني من ابناء النادي الاهلي، وانا اتمنى له التوفيق في حياته الخاصه الشخصيه. والحقيقه هو من ابناء النادي الاهلي اللي عندهم ولاء شديد للنادي الاهلي. هو كابتن احمد السيد كان فتره الالفينات وخصوصا جيل 2000 من 2005 ده كان مدافع قوي، كان ما شاء الله الحمد لله شارك في بطولات كبيره قوي للاهلي. كابتن احمد السيد الاول انا برحب بيه، هو كان من اللعيبه الممتازين، اللعيبه الهاديه اللي دايما مستواه كان ثابت في الفترات اللي هو كان بيلعب فيها.
يعني كلام محترم جدا الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، ويقدر قيمه زي ما انت قلت التفكير والاخلاق والناحيه الفنيه جوه الملعب. طبعا هي اللي الاخلاق اللي بتبقى يعني كل حاجه بتروح، واخلاقك اللي بتبقى حتى في اي مجال اي في الدنيا، اخلاقك هي اللي بتفتح لك المجالات او الناس بتتعامل معاك او ما تعملش معاك. صح، انا ده انا قناعتي في حياتي كده. طيب هنكمل. طول ما انت محترم، طول ما الناس هتحترمك وتتعامل معاك، طول ما انت يعني في اي مشاكل عليك ما حدش يتعامل معاك. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خليني انا بتابع ما يحدث مع في معسكر منتخبنا الوطني بالنسبه لكابتن محمد الشناوي. كابتن وائل جمعه دلوقتي في يلا كوره بيتكلم، بيقول ان واحد لعيب شاط الكوره في العضله الخلفيه في او في رجل محمد الشناوي من الخلف، فان شاء الله بكره هيبان اكتر لان هتكون كدمه ان شاء الله، يا رب تطلع كدمه. وده الكلام اللي قاله كابتن وائل جمعه. انا قلت لحضراتكم من البدايه ان هو عنده شد في العضله الخلفيه، يعني نتمنى ان شاء الله ان كابتن شناوي يلحق مباراه يوم الجمعه ويوم الاثنين ان شاء الله. رخمه دي يا اسلام، رخمه شوط الكره دي رخمه جدا. يعني هي كده تهيألي ان شاء الله يطلع حاجه بس شد هي بسيطه، بس هي رخمه يعني برضو انت لو رجليك سايبه ممكن انت لو قدرت تعمل اصابه رخمه. هنشوف وهنتابع كل ما يحدث في معسكر منتخبنا الوطني ونطمن على كل اللاعبين، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير كابتن احمد السيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني كابتن احمد فتره طويله بتاخد بطولات مع النادي الاهلي، ولكن دايما لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي عايزك تشرح للجمهور لما النادي الاهلي بيخسر بطوله بيحصل ايه وكيفيه تكاتف اللاعبين والامور دي كلها. حصلت لنا كتير، يعني احنا يمكن خسرنا بطوله 2007 دي. وبعدها مره ولا مرتين كتير بالنسبه لك؟ مره دي لا، اصل احنا عشان احنا مشكله الجيل بتاعنا ان احنا عودنا الناس على المكسب. انت ما بتعود حد على حاجه، زي مثلا المهاجم اللي بيجيب اهداف كتير مره واحده ايه يقل شويه او مستواه يقل شويه فتلاقي الناس متضايقه، مع ان هو بيجيب اجوان برضه بس متضايقين. احنا مشكلتنا ان احنا خلاص، احنا فاكر مستر ملوك قالنا ايه؟ دي مش كره، دي ايه؟ دي مش كره، دي مزيكا، عملها بايديه كده، دي مش كره، دي مزيكا، فايولين. فاحنا كنا محققين المعادله اللي هي الصعبه جدا، ان انت بتخلي الناس واثقه فيك جدا وبتكسب وبتعمل اداء كويس. فالناس خلاص بقت عارفه ان هلاعب اي حد هنكسبه. عمرها مثلا ما لقينا ماتش والناس خايفه. صح. فدي حاجه طبعا لما بنخسر بطولات صعبه جدا او ماتش كان بيبقى احنا بينا وبين نفسنا بنبقى زعلانين جدا، لان احنا شايفين. أنا فاكر تاني يوم ماتش النجم الساحلي ده اللي خسرناه، فاكر احنا جينا تاني يوم على طول وكان في 8-9 الصبح الراجل ما اتكلمش خالص. هو اتكلم كويس على فكره. ما اتكلمش خالص. احنا باينه ما خسرناش كوره، يعني ضربتين جزاء باينين قوي، والماتش هناك يطرد بركات شديد. يطرد بركات الماتش هناك عشان فهي واضح ان هي كانت هي واضح هم عايزين يخسرونا البطوله. انا بحس ان كده الاتحاد الافريقي وقتها اما فرقه كانت بتسيطر على افريقيا بيبداوا ايه لا عايزين حد تاني بقى جديد. كانت هتبقى ثالث سنه وخدنا السنه اللي بعدها الرابعه، كان خدنا الرابعه، كان 4 سنين ورا بعض. فبحس ان الاتحاد الافريقي كان وقتها كده اتعمد ان هو يخسرنا. الحكم كان صعب جدا، ماتش هناك ظلم رهيب، ضرب جزاء لبركات يطردوا يعني مش خلاص مشي الكوره. يعني اعتقد لو في فار الماتشات دي الماتش ده كنا ناخده سهل قوي. ماتش هناك يعني. فطبعا اتظلمنا جدا. فاكر الماتش هناك ده ما نمناش اساسا من كتر اللي قعدوا الجمهور في الملعب. كانوا في الملعب كان صغير ومقللينه. الملعب بتاع النجم ده صعب جدا، الفسوس ده صعب جدا. والمدرجات وهو في ملعب الصفاقسي، المدرجات تحت ابتدى اوضه اللبس تحت المدرجات، فانت تبقى سامع دبدبه الجماهير، كل حاجه رعب. فانا بقول لك برده يعني الاجيال دي دلوقتي برضه محظوظه ان ما بقوش مع جماهير برضه يعني. الضغط برضه مش موجود قوي، يعني الضغط على السوشيال ميديا قوي، بس لو واحد ما عندوش فيسبوك وحاجات كده مش هيركز. لا، ولو واحد عنده مش عايز يقرا مش هيقرا. لكن احنا مشكلتنا ان انت جماهير قاعده لنا في النادي وبيحضروا التمرين، زمان كان فيه التمرين بجماهير، وفي الماتشات الجماهير برضه تسمع الصوت وما بيشتموا، فانت بتنزل الماتش كل مضغوط. لكن دلوقتي معلش الماتشات من غير جماهير، الضغط اللي عليك. الضغط مفيش اي ضغط عليك، فبرضه دي حاجه برضه مميزه الاجيال دلوقتي ان مفيش جماهير. دي برضه لا، بس دي ميزه وعيب في نفس الوقت بيني وبينك. لا هي ميزه بدليل ان اللعيبه اللي بتلعب في الفرق اللي هي المؤسسات ما لهاش ضغط، بيلعبوا براحتهم، بيخسروا ويكسبوا تلاقيهم بيتعاملوا عادي. احنا كنا مشكلتنا احنا مركزين مع الجماهير قوي. بس في فرق كبير برضو ما بين نجوميه اللاعب اللي بيلعب في الحتت دي ونجوميه اللاعب اللي بيلعب في نادي جماهيري. هو ضغط عليك يعني، هو الضغط حلو
في فرق بين ضغط انت مضايقك وضغط حلو. احنا مضغوطين الناس واثقه فينا يعني. انت انا في ماتشات كنا بنكسبينها وبالليل مثلا اخرج مع اصحابي اتعشى في مكان تقل معاد حد يقول لي مبروك يا كابتن، كابتن الماتش جاي شوف هنلعب الاتحاد يعني ما بيقولكش مبروك على ده. فهو الناس خلص. الناس حتى مستر مانو كان بيعمل كده. فاكر الماتش الترجي اللي كسبنا فيه 3 هنا 3 وتاني يوم قال تيجوا الساعه 9 الصبح وقعد يهزق فينا وانتوا ايه اللي عملتوه؟ احنا فاكرين احنا كلنا اصلا كنا فاكرينه بيهزر. فطبعا ضغطنا ازاي لان هو عارف ان اللعيبه اللي بعده كان عندنا قبل نهائي حاجه والزمالك وكذا ماتش ورا بعض. هو مستر مانويل قال كلمه مره وقالها لنا، قال لك اللعيب المصري ما بتقول انت كويس ما بتلاقوش الماتش اللي بعده. فهو على طول كان حاطط الضغط ده علينا ان هم يكسبوا 3 فممكن عندنا ماتشات مهمه فاللعيبه تقول لك احنا كسبانين. ففعلا هو كان حاطط ضغط علينا، ضغط الجماهير، ضغط مستر مانويل. احنا بينا وبين نفسنا كنا لعيبه رجاله. انا كنت بشوف كده الجيل ده. انا سعيد جدا ان الجيل ده انا يعني انا لعبت مع اجيال كتير في الاهلي من 99. لا الجيل ده اللي هو من 2005 لحد 2011 لما مشيت، لا جيل فعلا انا كنت فعلا فخور اني بلعب مع الناس دي. الجمهور عمره ما زام عليك؟ ما تفتكرش لقطه كده يعني؟ اصل بص المدافعين تمام اللي بيعملوا مصايب لازم هو كده يعني. ممكن تبقى عامل ماتش كويس قوي وتخنق كوره هيزوموا عليك. انت كنت بتشوف حتى وانت بتلعب بكريات ممكن تغلط في كوره. انا كنت بسمع بص هم يعني بيبلعوا الزلط المهاجمين، لكن المدافعين انت لازم تبقى كويس طول الماتش. يعني المهاجم ممكن يبقى وحش طول الماتش ويجيب جون نجم الماتش. وانت ممكن تبقى كويس طول الماتش في الدقيقه 90 تخنق كوره اسوء اوحش واحد في الماتش. صح، هي مشكله في كده. حتى لو كسبان انا شايف ان المدافع المفروض يبقى اغلى من المهاجم. لان انت مضغوط قوي. يعني انت بتلعب على رد فعل الاخرين. انت بيلعب عليك مهاجم كويس، بيلعب عليك واحد سريع، فانت عمال تجري معاه الفرويد حتى لو هو مش كويس ممكن تجيله في ال 18 كده تروح واقع من ايد الجون يروح حاططها احسن واحد في الماتش. صح. احنا كنا بنشقى بنشقى جري وبنلعب بتشقى وايه. وبعدين احنا الافارقه ايامنا احنا لا فراوده وينجات. طب اسلام الشاطر بيلعب على وينج 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 يعني فرقه تانيين بديك عندهم وينجين مش طبيعيين. ما بطلوش جري قصيرين كده قصيرين. كان عندهم الواد اللي اسمه الواد الاشول الصغير ده كان عامل زي ميسي. كان اسمه ايه ده اللي جه معانا الاتحاد الواد ده بس كان مبطل. الواد ده كان رهيب. فاكر كان اشول كده بياخد الكوره نص الملعب يرقص فينا. لا دلوقتي الفرقه دي فين؟ انيمبا ما خلاص انيمبا مازيمبي اسيك الحبيب ما فيش غلط مش موجودين خلاص برضو اختفوا موجودين. طلعت لك بقى فرقه زي فرقه سيمبا فرقه جديده بقى تطلع بقى يصرفوا شويه. لكن الفرقه الثانيه ما بتصرفش. دلوقتي بيصرف هو اللي يوصل. هي كوره كده في افريقيا الكوره كده. بص معلش يعني انت لو انت مش معاك موارد ماديه كويسه هتجيب لعيبه كويسه ازاي؟ يعني النادي الاهلي محافظ على نفسه طول عمر كده عشان النادي الاهلي اي مدير فني عايز لعيبه فيه احتياجات النادي الاهلي بيلبيها له. عايز كذا هجيب لك بالارقام اللي انت عايزها. مفيش حد فرقه في الوطن العربي بتدفع ارقام وبتشتري ارقام وتلبي احتياجات المدير الفني زي النادي الاهلي. ده نجاح طول ما انت معاك فلوس. الماده هي اللي بتعمل فرق. ليه السيتي فرقه جامده وليه ما يعني ليه فرق في الدوري الانجليزي جامده وفرقه ضعيفه؟ بدي اود كويسه والتاني بدي اود على قده بيجيب لعيبه على قده. هي الماده طبعا بتحكم في العصر ده يعني. تفتكر مين من الجيل الحالي يفكرك بالاجيال السابقه في النادي الاهلي؟ يعني لعيب يعني؟ لا في كتير. في الشناوي طبعا. الشناوي بيفكرني طبعا بالحضري طبعا وامير وفي مين وليد سليمان طبعا. وليد سليمان كده كده كان موجود معانا من الجيل بتاعنا. لحق شويه. لحق. في ديانج ده لعيب ما شاء الله يعني كويس جدا. سوليا ده كان نفسك يبقى موجود مع ديانج يعني. ديانج ده رايح اي مدافعين. ديانج بيعمل يعني بيوصل الكره للمدافعين ميتها. عارف اللعيب اللي بيجري كتير اكيد انت عاصرت ناس كتيره كده. شفت حسن وشوقي؟ حسن وشوقي كانوا بيريحونا. حسن وشوقي شفت حسن بيقعد شعره ويقعد يجري وشوقي وهو يعمل كده وشافه ويتكلم. فانت بتوصل لك برضو ان انت حاسس الكره بتيجي ميته. ديانج بيعمل الحته دي. يعني السوليه لعيب كوره اكتر من ان هو مدافع اقرب للهجوم. يعني السوليه 8 اكتر من 6. حمدي فتحي 6 بس مش في قوه ديانج. ديانج ما شاء الله يعني من اللعيبه الصفقات اللي الاهلي عملها مميزه جدا. في لعيبه كتير يعني محمد شريف. شايف لويس ميكيسون وبيرسيتا ومجموعه اللاعبين وحسام حسن وكريم فؤاد وبقيه اللاعبين اللي جابهم من الاهلي، هل النادي الاهلي يستطيع ان يستفيد منهم بشكل جيد؟ طبعا. لعيبه كويسه جدا يعني. انا ميكيسوني ده وانا اتفرجت عليه فهو جاب الجون فينا ماتش سيمبا هناك ولا جاب فينا. لعيب كويس جدا.
حتى المذيع قال ساعتها قال لك ده كان بيلعب مع موسيماني في سان داونز ومشاه. انا استغربت، لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا، وهو حتى الماتشات اللي نزل اي افريقي بيجي مصر والنادي الاهلي الاجواء مختلفه، عبال ما بياخد على الجو صعب. هات اي اوتاكا لعب معاك في الاسماعيلي، اوتاكا تشوف اول ما جه كان عادي جدا، وفي المقاولين فجاه بعد مره واحده اوتاكا ده بقى رهيب. نفس الكلام في لافيو، نفس الكلام، المناخ مختلف، فاللعيب بياخد وقت، فاللعيب بس لا في لعيبه بتبان من لمستها. يعني ايام في لافيو كان في ناس بتقطع فيه كتير جدا، واقول لهم يا جماعه احنا كلنا كنا بندافع عنه، انا لعبت عليه صح، انا لعبت عليه في بترو اتليك وهدني في هناك، انا عايز اقول لك في لافيو هدني. قلت لهم يا جماعه لعبت عليه، يقول لي ايه ده ازاي ده مستواه باين ان هو ضعيف قوي، قلت لهم والله ده احسن مهاجم في مصر. ففي هو كده الافارقه بياخدوا وقت. انا شايف ميكسوني، شايف ان هو يعني هيبقى يعني ستايله كده، هقول لك عامل زي مين كده، هو نفس ستايل قفشه، بس هو الولد الفوت ورك بتاعه اعلى شويه من قفشه، فاهم يعني في حركته، يعني ينفع في اوف مثلا، ايه لو لعبته على وينج هينفع، اللعب 10 ينفع، بس هو على الاطراف افضل، على الاطراف هو حركته سريعه، عارف الناس اللي حركتها سريعه دي بتضايق قوي الباك، يخش لجوه ويشوط وبتاع، لعيب كويس. بيرستاو لسه ما شفتوش، انا شفته مع المنتخب رهيب، مع المنتخب، لا مع ماتش المنتخب بتاع مصر، منتخب لا مصر، هو جابوا لقطات ليه، هو كان بيلعبنا لوحده، شوت واحده شيلناها مطلعها كده من المقص وبتاع، لعيب كويس طبعا. حسام انا لعبت عليه، حسام حسن يعني من الفراوده فعلا الرخمه جدا، ما شاء الله عنده القوه البدنيه بتاعته رهيبه جدا، على الجون كويس، دي تفرق جدا ان هو على الجون كويس، في فرق يبقى كويس بدنيا بس على الجون وحش، هو بدنيا على الجون كويس جدا. مع محمد شريف انت عندك فرودين كويسين جدا، يعني انت لو غيرت الطريقه لعبت 4 4 مختلفين، خلي بالك مختلفين جدا. على فكره انا من هواتي ان انا يبقى عندي الفرودين مش نفس الستايل، يعني حسام حسن وفيليكس، كابتن حسام حسن لقب كابتن وفيليكس، هتلاقي الاثنين مختلفين، واحد بيجري كتير جدا وواحد كابتن حسام في ال 18. محمد لا، يعني لو لعبت بطريقه 4 4 2 ومحمد يبقى فرويد اللي هو الفرويد اللي بيتحرك هينفع جدا. حسام هو اللي سابق، حسام محمد ما شاء الله من احسن الناس في مصر اللي شفتها من فتره، من بعد عماد متعب بيتحرك من غير كرة. كويس جدا. محمد كمان محمد لو ما بيلعب وينج عامل زي نيمار اللي هو في ثانيه بتلاقيه جوه ال 18 وبيخلص وبتاع، يعني محمد ذكي في الحته دي، بيعرف يتحرك كويس، بيعرف يضرب المدافعين كويس قوي. فمع حسام حسن هيبقى عندك اثنين زي محمد وحسام حسن هتفرق معاك جدا. اخيرا مباراه منتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الجمعه القادم امام منتخب ليبيا، كيف ترى هذه المباراه؟ صعبه صعبه، مفيش حاجه يعني، حتى هنا في القاهره طبعا. دوافع عند منتخب ليبيا، انت دافع عنك طبعا عاليه، انت منتخب مصر، انت احسن منتخب في افريقيا، بس كل ان هم متقدمين عليك في النقاط، وكسبوا انجولا بره وكسبين الجابون على ارضهم، ففرقه واضح انها فرقه قويه جدا. عندهم حمدي الهوني ده، لحمو الهوني والحمد الهوني ده، وعندهم حمو اللافي ده، ولا يعني عندهم لعيبه اسمه ايه، حمد اللافي، ولا اسمه غريب قوي، اسمه مطرب مش عارف، اسمه مطرب مهرجانات. فعندهم لعيبه كويسه جدا يعني فلا ماتش هيبقى صعب جدا. انا شايف ان منتخب مصر قدر ان هو يتعادل هنا، يكسب هنا ويتعادل في ليبيا، هيبقى عمل نتيجه كويسه جدا، لان الماتش هناك في اجواء صعبه جدا والملعب ترتان، هناك من غير جمهور، من غير جمهور، بس ملعب الاجواء صعبه، قصدي في ملعب ترتان، وهم يعني ليبيا طول عمرهم ماتشاتهم معانا بتبقى صعبه جدا، لان اي بلدين بيبقى بينهم حدود بتبقى ماتشاتهم صعبه مع بعض طبعا كده، هو كده، انت والسودان، انت وليبيا، اي فرقه كده بيبقى بينك وبينها حدود بيبقى ماتشات صعبه. فهم فيهم الطبيعه الجبليه بتاعت الجزائر، عارف اللي هو اللي تلاقي النت احمر وهو بيلعب وتكالنج وبتاع، فطبعا هو لو عمل نتيجه معاك ايجابيه هنا الماتش هناك هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا جدا. لا لا، ماتش من الماتشات الصعبه كنت بلعبها في حياتي اللي بتبقى في ليبيا، اللي بتبقى في ليبيا صح. لعبت الماتش بتاع 2000 اهلي طرابلس، اهلي طرابلس، اهلي طرابلس هناك 0-0، هناك سيدنا 1-0 جلبرتو لما رفع كروس، الماتش كان صعب جدا، شفت الجماهير وهناك هتلاقي برضو مضايقات من الجماهير المنتخب المصري برضو كتير، مع ان مفيش جمهور، بس يعني خلينا في الشارع، قصدي في الشارع، في الشارع يعني، هو عامه اللعب في المكان نفسه ضغط في ليبيا، يعني اللي انت بتلعب في ليبيا جماهير في الشارع، ناس تقابلك هنكسبك، هو طبعا كده. ربنا يكرم يا رب، ومنتخبنا الوطني يستطيع ان هو ان شاء الله يفوز، ونطمن حضراتكم برضه بكره على الشناوي وعلى كل لعيب المنتخب الوطني. شرفت ونورت يا احمد، ودايما الحقيقه بتشرف بوجودك معايا، ويعني من الاحلى الحلقات الحقيقه، الواحد دايما بيبقى سعيد بوجودك. والله انا سعيد جدا لما اكون معاك، من الناس اللي فعلا بتابع البرنامج بتاعك كل يوم، طول عمرك انت باين ان انت تبقى اعلامي كويس، ان انت كنت بتعرف تتكلم كويس طول عمرك، يعني حتى في الاجتماعات ما احنا مع بعض كنت بتتكلم كويس،
ان شاء الله ربنا يوفقك في المجال بتاعك وتبقى من احسن الناس في مصر ان شاء الله. اشكرك جدا النجم الكبير كابتن احمد السيد، انا بشكره طبعا على تواجده معانا وتشريفه لينا النهارده في البيت الكبير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره حلقه جديده من البيت الكبير في نفس ميعادنا دايما الساعه 10 بالليل. اشوف حضراتكم على خير.